الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سأقرأ بإذن الله تعالى من المدونة الهررية. لقد أكرمني الله عز وجل بسماع ما فيها وتلقيه من ولي الله الكبير والعلم النحرير الشهير، علامة الدنيا وحافظ الزمان، أشعري ورفاعي وشافعي الأوان، إمام أهل السنة والجماعة في عصره، وشيخ الصوفية الصادقين في وقته، الزاهد العالم التقي، والعابد الهمام النقي، أسد الشريعة وسيف القوم المجتهد، ركن الإسلام وعمدة المفتين المجدد، النحوي اللغوي الأصولي المحقق، المفسر البحر الحبر المدقق، سيدنا ومولانا وشيخنا وقدوتنا وملاذنا ومرجعنا ومفزعنا أي ملجأنا، وعمدتنا حبيب قلوبنا وقرة عيوننا، أبي عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن يوسف بن جامع الهرري العبدري الشيبي الحبشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأمدنا بأمداده ورحمه ربنا رحمة واسعة وأفاض علينا من بركاته ونفحاته. وقد من الله الكريم العزيز المنعم علي بأن جمعت ما دونته في الصحف والدفاتر، وهو من أعظم الكنوز وأحسن الذخائر، كتبتها عن الشيخ الإمام الهرري في نحو 34 سنة تقريبا، أعني منذ سنة 1974 بعد السنين الرومية الموافق لسنة 1394 1395 بالسنين الهجرية إلى آخر حياته رضي الله عنه سنة 2008 الموافق لسنة 1429. وقد ناداني مرة رحمه الله وقال: هات الدفتر الذي بيدك. وقال لي: غفر الله لي وله، مؤكدا علي أمر تلقي الناس هذه الدفاتر بالمشافهة، إن أديت منها ما كتبته عنه فيها لا يأخذها الناس إلا أن يقرؤوها عليك. والله أسأل أن يجعل هذا العمل مقبولا وينفع به، آمين. وأسأل الله تعالى أن يكرمنا بإتمام هذا النقل عنه رضي الله عنه ونفعنا به. وإن الله عز وجل قد أكرمني منذ صغري قبل البلوغ بمعرفة شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الهرري رحمه الله ورضي عنه، إذ كان والدي الشيخ محمد الشريف رحمه الله يعرفه، وكان الشيخ عبد الله يتردد إلى منزلنا ويبيت عندنا أحياناً رحمه الله، وكان الشيخ عبد الله رحمه الله يأتي أحياناً يزورنا بالليل وفي المطر الشديد والبرد، ونستفيد منه بفضل الله تعالى، وكان والدي رحمه الله يسأله ويستفيد منه. ويلتقي الشيخ أحياناً في بيت والدي ببعض أهل بيروت من الكبار، وقد التقى مرة في بيتنا بالشيخ بهاء الدين الكيلاني مفتي عكار رحمه الله، فصار الشيخ بهاء بعد أن عرفه والدي على الشيخ يسأله في العلم، فاستفاد منه بفضل الله وكتب على ورقة كانت بيده جواب ما كان يسأل عنه. ومرة كنت مع والدي والشيخ في بيت والدي رحمهم الله ورحمنا، سأل والدي الشيخ محمد الشيخ عبد الله رحمه الله، قال له: صحيح أنك اجتمعت بالأولياء في غار حراء؟ فقال شيخنا رحمه الله: ما اجتمعت بهم في غار حراء. فقال له والدي: صحيح أنك اجتمعت بالخضر عليه السلام وقرأ لك على صدرك فصرت لا تنسى ما تحفظ؟ فقال شيخنا رضي الله عنه: صحيح.
وكان الشيخ عبد الله رحمه الله يأتي أحيانا يزورنا بالليل في المطر والبرد. أذكر ذلك في صغري، كنت أحيانا أنا الذي أفتح له الباب، وأحيانا كان يأتينا في النهار ولا يجدنا في البيت. كنت أراه عندما نعود يقعد مع عامل يعمل بحمل الحطب عند رجل يبيع الحطب والفحم قرب بيت والدي، يقعد معه بجانب الدكان ويأكلان اللبن والخبز. الله تعالى أكرمنا بمعرفة هذا الشيخ الجليل رضي الله عنه، وكان قلما يذكر شيئا عن نفسه رحمه الله من شدة التواضع، فإذا ذكر شيئا أحاول أن أحصل منه على ما نعرفه به أكثر لنفيد الناس وحتى يعلم الناس قدر هذا الشيخ. ولقد أكرم الله تعالى شيخنا رحمه الله بمشايخ من الصالحين الأولياء في بلده منذ صغره، ففي صغره كان مع الشيخ محمد عبد السلام، وهو قطب ولي كبير وفقيه عالم. هذا الرجل الصالح كان يسمى ركن البلد في بلده هناك، وكانوا أرادوا منه أن يكون قاضيا. من شدة تواضعه وورعه لبس القميص مقلوبا فأعرضوا عنه، فعل ذلك هربا من أن يدخل في هذه المسؤولية. وقد حدثنا شيخنا رحمه الله تعالى برحمته الواسعة قال: كنت مرة مع شيخنا الشيخ محمد عبد السلام، وكان يستتبعني خلفه وأنا صغير ويحملني كتابين، فقلت للشيخ: ما الكتابان؟ قال: كان يحملني كتابا كبيرا في الفقه الشافعي وكتاب شرح ملحة الإعراب. قلت له: ماذا فعلتم بالكتابين؟ قال: أقرأني الكتابين. قلت له: كم كان عمركم يومئذ؟ قال: نحو 8 سنوات. وقال شيخنا رحمه الله: في بلادنا كانوا إذا أرادوا طلب العلم يرحلون إلى زبيد، هذه في اليمن. شيخنا الشيخ أحمد عبد المطلب، كان تخرج في الفقه من زبيد، أما في الحديث والقراءات ففي مكة، وكان من شدة عبادته كأنه ملك في صورة بشر. كان إذا نظر إلى الصحيفة مرة يحفظها. يقول شيخنا: وقد أخذ علي عهدا إذا رأيت فيه مكروها أن أنبهه. قال لي: إن رأيت مني مكروها فنبهني. ما رأيت مثله في العبادة. البعض كانوا يقولون له: اذهب إلى السلطان عبد الحميد، يعنون حتى يكرمك. وكان لا يذهب بل كان زاهدا، وكان له تأليف في الفقه من 7000 بيت. هو ما قال لي، لكن بعض الطلاب قالوا لي هذا، وهذا التأليف للشيخ أحمد يمكن أنه أحرق. هكذا قال شيخنا رضي الله عنه. ومرة كنت مع شيخنا رحمه الله في بيته، فجاء رجل غريب لا أعرفه من بعض الدول العربية، سأل بعض الأسئلة وأجابه الشيخ بأجوبة متقنة. ظهر عليه الذهول من شدة إتقان الجواب، ثم قال لشيخنا: أريد أن أتكلم معك على انفراد. فقام الشيخ وأشار لي أن أكون معه. فلما دخل سأل الشيخ رحمه الله: كيف تعيش؟ كيف تصرف؟ من أين يأتيك المال؟ فقال الشيخ رحمه الله: أعيش على الفتح متوكلا على الله. أنا منذ خرجت من بلادي ما أخذت أجرة على تعليم الدين ولا مرة. قضيت في الشام 20 سنة آكل الخبز والشاي والخبز واللبن وأحيانا الخبز والبندورة، ما اشتريت لحما قط. وإني أذكر في صغري لما كنت ألازم شيخنا رحمه الله في بيته في برج أبي حيدر، حيث كان يسكن في الطابق الثامن، كان يعطيني أحيانا المال لأشتري اللبن فنأكل الخبز واللبن. يسألني: بكم كيلو اللبن؟ يقول له مثلا: بليرة وربع. فيعطيني المال
ويقول لي: قل للبائع أعطني بليرة وربع لبن. وأحيانا كان يعطيني المال ويقول لي: اشتري البندورة وقطعها قطعا كبارا حتى نأكلها بالخبز، ويكون هذا أكلنا، سبحان الله. وأحيانا كنا نأكل ما يأتي من بعض الناس الطيبين من الطعام، وحين أريد أن أهيئ له الطعام ليأكله كنت أقول له: أسخنه لكم، فيقول: لا، لماذا تسخنه؟ نأكله كما هو. كان رحمه الله من أزهد الناس، يأكل لقيمات. مرة كنت معه في البيت في برج أبي حيدر وحدنا، فقال لي: ائت بالطعام. فذهبت إلى المطبخ وفتحت البراد على عادتنا، فلم أجد فيه شيئا بالمرة، فرجعت إليه وقلت: لا يوجد طعام. قال: ألا يوجد زيت؟ قلت: بلى. قال: ألا يوجد خبز؟ قلت: بلى. قال: هذا طعام، ائت به، لا تقل لا يوجد طعام. فأكلنا الخبز والزيت، تعلمنا منه والحمد لله. وقد أخبرنا شيخنا رحمه الله تعالى، قال: في بلادنا ما نمت على سرير قط، كنا ننام على بساط من القش غلظه قدر الكف، والطعام في هرر كل يوم واحد، ثريد غالبا معه لحم، هذا في العاصمة. أما الفلاحون فكانوا يسخنون الماء ويضعون فيه الملح، يبلون فيه الخبز ويأكلون. كان شيخنا رضي الله عنه لا يلتفت إلى أمور الدنيا، إنما همه الآخرة، همه أن يعلم الناس العقيدة والأحكام. حتى إنه مرة سأله شخص في بيت والدي رحمه الله: متى تعلمنا الحديث وأنت عالم بالحديث، محدث مشهور؟ فقال له رحمه الله: حتى نبلغ الأمل في تحطيم هؤلاء الملحدين. وكان رضي الله عنه يقرأ الكتب والمخطوطات في الليل، وفي النهار يعلم الناس ما استطاع، ويذكر الله تعالى كثيرا ويصلي كثيرا. وأكثر ما كان يقوله من الذكر لا إله إلا الله، حتى أحيانا وهو يأكل يتوقف يهلل، وهو يدرس أحيانا بين جملة وأخرى، أو حين يعيد الذي يلقنه الشيخ الكلام ليعيد يهلل، هو يقول: لا إله إلا الله. وكان الشيخ رضي الله عنه لطيف المعشر، حسن الأخلاق، يكلم الناس بأدب وتواضع، غاضا بصره إلى في الأرض، ينظر إلى الأرض، يكلم الصغير والكبير، ويقضي حاجات الناس ما استطاع، ويساعد ما استطاع، وينصت لجلسائه ويؤنسهم ولو كانوا أطفالا. وكان رحمه الله قليل الكلام إلا من خير، لا يتكلم فيما لا منفعة فيه، وكان ما ينصح به يعمل به. جزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. وكان رحمه الله من شأنه منذ عرفته إلى أن توفي يقوم الليل، لا أذكر مرة أنه لم يقم الليل، لا في حضر ولا في سفر ولا حتى في شدة المرض في أواخر حياته، رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة. لما كنت في الأردن اجتمعنا ببعض الناس الذين يعرفون شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله، ومنهم الشيخ الدكتور عبد السميع أنيس، وكان يسكن في الأردن والأصل هو من حلب. قال لنا: زارنا الشيخ عبد الله في حلب منذ 45 سنة، هذا الكلام في الثمانينيات. وهو عرف الشيخ على الشيخ عبد الرحمن السبسبي، وهذا الشيخ عبد الرحمن السبسبي قال: شيخنا هو مظنة ولاية، أخذت منه الإجازة بالطريقة الرفاعية. قال الدكتور عبد السميع: أخي كان مقعدا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وأشار إلى الشيخ عبد الله الهرري ليمسح له على رجليه، فمسح له فقام معافى، أي في اليقظة. وكان الشيخ عبد الله رحمه الله قد أخذ في القراءات على الشيخ فايز الدير عطاني في المدرسة الكاملية. كان شيخنا له غرفة في مسجد القطاط في حي القيمرية بدمشق، كان يأخذني إليها وأنا صغير، ونبيت أحيانا فيها،
وكان يأتيه بعض طلبة العلم إلى هناك، وكان شيخنا رحمه الله ورضي الله عنه يجتمع هناك ببعض المشايخ، وكان يزوره ويتردد إليه الشيخ أحمد الحارون أيضا، وهو من الأولياء الصالحين المعروفين في دمشق، مدفون بها وقبره يزار قرب قبر الشيخ رسلان. قال شيخنا: الشيخ أحمد الحارون كان يغلب عليه الصحو، لكن كان يمزح حتى لا يغلو الناس في الاعتقاد به. وأخبرنا شيخنا رحمه الله أنه كان يقدم للشيخ أحمد الحارون مما يأكل منه هو، أي الخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والشاي، حتى مرة قال الشيخ أحمد الحارون للشيخ عبد الله رضي الله عنهما: ما هذا، كل مرة خبز وشاي وخبز ولبن؟ وكان الشيخ الصالح الشيخ مشهور ينزل في بيت شيخنا أحيانا، وهو رجل معروف بالصلاح. مرة دخل على شيخنا رحمه الله وقعد عند قدميه وأنا حاضر، وأمسك بهما، فأحس شيخنا أنه يريد أن يقبل قدميه، فقال له: أعفني من هذا يا شيخ مشهور. فقال الشيخ مشهور: لا، والدي الشيخ شتاوي قال لي: إذا وصلت للشيخ عبد الله الحبشي فقبل أن تقبل يديه قبل رجليه. ثم نظر إلينا الشيخ مشهور رحمه الله وقال: قال والدي: الشيخ عبد الله هو رئيس الأولياء في كل الدنيا، الشيخ عبد الله كل 200 أو 300 سنة حتى يأتي واحد مثله. وحدثني زوج عمتي الحاج شفيق العرجة رحمه الله زوج عمتي سنية، قال: زرنا مع الشيخ عبد الله الشيخ محمد الحراني، وهذا الشيخ محمد الحراني مدفون في إسطنبول الآن، قبره هناك مكتوب عليه صديق الخضر. الشيخ عبد الله قال لنا: كان الشيخ محمد الحراني يلتقي بالخضر، وقال إنه من الأبدال. قال الحاج شفيق: فلما وصلنا إلى الشيخ محمد الحراني نظر إلى الشيخ عبد الله وقال: مرحبا بشيخ الأبدال. الشيخ محمد الحراني حج 7 مرات ماشيا من حران إلى مكة، وذهب إلى سيدنا أحمد الرفاعي ماشيا أيضا، ويقال إنه لما وصل إليه وزاره خرج الرفاعي رضي الله عنه وقعد يقرأ معه القرآن. وقبل وفاة شيخنا رحمه الله بمدة ليست طويلة جاءه رجل لا أعرفه من قبل، فقال: أنا أبو علي فليطي، اسمعوا يا شباب، اسمعوا هذا عن الشيخ عبد الله. منذ 50 سنة كان الشيخ عبد الله يزورنا في بلدنا عرسال، يبيت عندنا، يأتي من دمشق، يبيت عندنا عندما يأتي من دمشق، وكان إذا نزل الثلج يعم البيوت، فنقوم صباحا نفتح بالرفش ما بين البيوت حتى يعطي بعضنا بعضا شيئا من الخبز أو المازوت أو نحو ذلك. فجاءنا الشيخ عبد الله مرة وقد نزل الثلج بالليل وهو بائت عندنا، فقمنا في الصباح وفتحنا بالرفش ما بين البيوت حتى يناول بعضنا بعضا على العادة، فنظرنا فما وجدنا الشيخ عبد الله في الغرفة. ثم جاء بعض الناس من دمشق لما فتحت الطرقات فقالوا: الشيخ عبد الله الهرري في دمشق. قال: فصرنا نقول: الشيخ عبد الله الحبشي شيخ الخطوات. بعد أن قال هذا في المجلس العام والشيخ حاضر، قال لي الشيخ عبد الله رحمه الله ماذا قال، فأعدت عليه ما قاله. وقد أخبرنا شيخنا لزيادة الفائدة أن الشيخ محمد عبد السلام كان يدرس على شيخ يسمى يوسف عبد الوهاب، قال له، أي قال لشيخ شيخنا محمد عبد السلام، قال له الشيخ يوسف: لقد جاءتك القطبانية. وكان عمره نحو 25 سنة. قال الشيخ: كان يعرف والدي ويعرف إخوتي. قال الشيخ: بلغني أنه قرأ المتممة على الشيخ يوسف
عبد الوهاب 15 مرة. قال: أنا درست عليه في الفقه الشافعي والنحو، كان قادرية طريقة. كان الشيخ يوسف عبد الوهاب يؤذن متبرعا في الجامع الكبير في هرر، صوته كان يصل إلى مسافة 50 كيلومتر. في دردوة امرأة اشتد عليها الطلق، استأذن الشيخ يوسف ليؤذن في مسجد في الطريق، كان يحب الأذان، فأذن له. في أثناء أذانه سمعت تلك المرأة صوته فنزل الولد. قبل وفاته بزمن انتقل إلى دردوة. قال الشيخ رحمه الله: أنا غبت 5 سنوات إلى مكان بعيد، فكان يأتي إلى بيتنا، فلقي أخي عليا فقال: أين عبدوش الملائكة؟ عندنا عبد الله معناه عبدوش، الأتقياء يخافون من القضاء، يخشون أن يفتنوا، فهو طلب للقضاء، أي الشيخ محمد عبد السلام، لأنه أعلم أهل عصره، فلبس الجلابية مقلوبة ومشى بين الناس، فقالوا جن فتركوه أعرضوا عنه، وفي آخر حياته غلب عليه الحال، رضي الله عنه ونفعنا به. وأنا كنت قد سألت شيخنا رضي الله عنه في حياته: أليس حفظ فتاويك أمرا مهما؟ قال: بلى. ومرة وأنا خارج من منزله دعاني وأخذ دفتري وصار يتصفحه، وقال لي: هذه المسائل التي تكتبها، إذا أراد أحد أن يأخذها قل له تقرأها علي، أي يقرأ الذي يأخذ هذه المسائل علي، لأنني سمعتها من شيخنا رحمه الله، وهذا تأكيد منه على أمر التلقي.